في فيديو النهارده انت هتلف العالم كله وانت قاعد في بيتك، والكلام ده بجد مش هزار يعني. الموضوع روش قوي يا جدعان وهيعجبك زي ما هو عاجبني وقاعد بلعب فيه بقالي شويه. هتفهم كل حاجه في فيديو النهارده، والفيديو بسيط جدا. كل اللي انت محتاجه في فيديو النهارده اي لابتوب عندك والموبايل بتاعك وكابل شحن عادي جدا. قبل ما نبدا في اي حاجه ما تنساش لايكك وشيرك وسبسكرايبك الرايق، ومن غير كلام كتير خلينا نبدا فيديو النهارده على طول. الابلكيشن اللي هنستخدمه النهارده هو اني جو من اي تو لاب. ابلكيشن فكرته صايعه قوي يا جدعان، احنا حرفيا هنهكر الموبايل. طبعا مش هنهكره، بس احنا هنقنعه ان احنا في اي حته في العالم احنا عايزينها. عايز تروح باريس بقى، عايز تروح امريكا، تروح الامارات، فاهم؟ في اي حته. هتقول لي حكيم ما ده عادي بنعمله بالفي بي ان عادي. اقول لك لا، الموضوع هنا اكيوريت اكتر. انت هنا ممكن تختار الشارع اللي انت فيه. انا بس عايزك تتخيل معايا الموضوع. انا حرفيا هقول للموبايل انا في الشارع الفلاني هناك في دبي مثلا. الموضوع بهذه الدقه فعلا، وتعرف تعمل سيناريوهات كتيره جدا. منها مثلا انك ممكن تقنع حد فعلا ان انت في دوله تانية، مسافر بره الدوله اللي انت فيها. حرفيا انا ممكن ابعت لك لوكيشن على الواتساب دلوقتي مثلا، يقول لك ان انا هناك في التايم سكوير في امريكا، فاهم؟ عادي. مثلا ممكن انزل ستوري على الانستجرام احط لهم لوكيشن شارع هناك في دبي. الموضوع بجد جامد قوي. ده بالاضافه طبعا ان الموضوع ده مفيد جدا للناس اللي بتلعب العاب مبنيه على اللوكيشن. ممكن مثلا لو بتلعب بوكيمون جو والحاجات دي، ممكن تغير اللوكيشن بتاعك مثلا من الدوله اللي انت فيها تروح دوله تانية انت عايزها. ده بالاضافه كمان انك هيتفتح لك بقى كل الابلكيشنز اللي على الاب او البلاي ستور اللي انت مش عارف تحملها عشان انت مثلا في مصر او اي دوله تانية محجوب فيها الابلكيشنز دي. نفس الكلام برضو على نتفليكس او اي منصه مشاهده فيديوهات وافلام، في حاجات بتبقى اصلا مش متاحه ليك في بلدك. لا، انت ممكن تسافر البلد اللي هي متاحه ليها وتقنع موبايلك ان انت في البلد دي عادي جدا. بقول لكم انا ما بحبش الكلام الكتير، ما تيجي نجرب مع بعض ونشوف الحوار الريوش ده. الابلكيشن زي ما انت شايف هو اسمه اني جو. انا هسيب لك اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن دلوقتي حالا، ممكن تنزل تحمله وتجرب معايا. هجيب الكابل الازرق ده يا جدعان عشان بصراحه لايق مع الهودي اللي انا لابسه ده. هنوصله باللابتوب وبعدين نوصل الموبايل بتاعي. بعد ما نوصل الموبايل باللابتوب هنضغط على ستارت من هنا، وبعدين نختار نكست. هو اتعرف طبعا على الايفون بتاعي على طول، ودخل دلوقتي على الايفون. انا اصلا كنت وصلتهم ببعض قبل كده، وهنعمل نفس اللي انا عملته ده على الايباد بتاعي. انت ممكن تتحكم فعلا في كذا جهاز، يعني ممكن مثلا الموبايل بتاعي اقنعه ان انا هناك في الامارات، والايباد بتاعي اقنعه ان انا هناك في امريكا، انت فاهم؟ عادي. المهم زي ما انت شايف كده قدامك على شاشه اللابتوب، انا دلوقتي في مصر اهو عادي. هقوم كاتب برج خليفه مثلا، قال لك برج خليفه اللي في الامارات، هقوم مختاره، واقوم دايس هنا جو. انا كده دلوقتي حرفيا اقنعت الموبايل بتاعي ان انا عند برج خليفه هناك في الامارات. لا، انا ممكن اقول له ان انا مثلا عند المترو بتاع برج خليفه. بص، اقوم اختار المترو من هنا. انا اخترت المترو. انا دلوقتي ممكن ابعت اي لوكيشن مثلا على انستجرام او على فيسبوك، او مثلا ابعت لواحد صاحبي على الواتساب اللوكيشن بتاعي ان انا في مترو برج خليفه اللي هناك في الامارات دلوقتي، وانا هنا دلوقتي في مصر بكلمك عادي. تعالوا نجرب مع بعض عشان الموضوع ريوش قوي يا جدعان. طبعا اول حاجه هتلاحظها ان الموبايل من كتر ما هو اقتنع غير الساعه، قدمها ساعتين عشان الامارات مقدمه عندنا ساعتين، انما الساعه على اللابتوب بتاعي دلوقتي زي ما انت شايف فوق كده هي الساعه 6 وثلث. هندخل دلوقتي على واتساب، وبعدين اعمل ان انا هبعت لوكيشن لحد. بصوا كده اللوكيشن اول ما فتح ارى ان انا فين. ده العنوان اللي احنا حاطينه بالظبط، ده دبي مترو ستيشن. وزي ما انت شايف اصلا تحتها هو مقترح عليا اصلا ان انت فعلا في دبي مول مترو ستيشن، وممكن اختاره دلوقتي، فاهم؟ بس انا هقول سند يور كارنت لوكيشن. فانا حرفيا ممكن ابعت اللوكيشن ده لاي حد واقنعه ان انا في اي حته في العالم عادي. الموضوع جامد قوي يا جدعان. في ناس بتحتاج الحاجات دي سواء في شغلها سواء في اي حاجه، لو عايز يتسلى على اصحابه عادي يعني. الفكره بقى الموضوع ما بيقفش عن كده. مثلا ممكن تخش على انستجرام، دي ستوري مثلا كنت مصورها هناك عند برج خليفه، مختار اللوكيشن بتاعي من انستجرام وهو اوتوماتيك بيحدد اللوكيشن بتاعي. قال لي انت كده في دبي الامارات اهو، في لوكيشن سجستد هنا عند برج خليفه. بص، انستجرام نفسه لقيت ان انا هناك في الامارات يا معلم. انت راجل اماراتي دلوقتي، اقول له دبي الامارات، انا كده حطيت اللوكيشن اهو، وعادي جدا ابوست الستوري دي على الانستجرام. وكذلك ممكن نجرب الموضوع ده على فيسبوك على فكره. تخش هنا كده كانك هتعمل بوست جديد، وبعدين تختار تشيك ان، هو اوتوماتيك بيحدد اللوكيشن بتاعك. انت في دبي مول يا معلم، انت في برج خليفه عادي، ممكن تختار اي لوكيشن منهم دلوقتي. زي ما قلت لك، انت كل اللي عملته انك اقنعت موبايلك ان انت في المنطقه الفلانيه في دبي. والموضوع زي ما قلت لك مش واقف بس على الدوله، ده مش في بي ان عادي، لا، انت هنا بتختار الشارع اللي انت فيه. بص الخريطه قدامك هنا كامله كانك على جوجل مابس عادي. فانا ممكن مثلا دلوقتي عايز اروح بقى بصراحه باريس دلوقتي، اقوم كاتب باريس في السيرش واقول له يا معلم وديني باريس فرنسا، واقول له جو. كده دلوقتي انا حرفيا اللوكيشن بتاعي اهو هنا في باريس. ممكن اختار شارع معين في باريس، يعني مثلا انا مش عايز ببقى في باريس كلها كده، لا يا معلم انا مثلا عايز اروح شارع اسمه ريو دي جنرالي. الشارع ده اوكي، في جناين وبتاع وحوارات. اقوم رايح على واتساب، بعت اللوكيشن بتاعي عادي جدا لواحد صاحبي، اقول له يا باشا انا بقضي الصيف دلوقتي هناك في باريس، اقوم اعمل لوكيشن وبعدين اقوم بعت اللوكيشن بتاعي. كده دلوقتي انا بعت اللوكيشن اهو فعلا، نفس اللوكيشن اللي انا مختاره هنا عندي على اللابتوب. تقعد تفليكس على خلق الله بقى. وزي ما قلت لك الموضوع مفيد جدا لو انت بتتفرج على افلام او مسلسلات معينه او فيديوهات معينه على اي منصه، والمنصه حجبها عن المكان اللي انت في الموقع الجغرافي بتاعك، تقدر عادي جدا تقنع موبايلك ان انت في دوله ثانيه. انت كمان ممكن تعمل لك خط سير كانك حرفيا هتتحرك من المنطقه دي على ايكوليه ميليتري، دي اللي هي تقريبا المدرسه العسكريه هناك في مش عارف عندهم مدرسه عسكريه هناك في باريس، مش عارف ولا ايه، انا ترجمتها انت فاهم، كنت فرنساوي في اعدادي فمش فاكر. المهم يعني هتقوم مختار من فوق على اليمين هنا كده حاجه اسمها تو سبوت روت، وتقول له انا هروح من هنا للايكوليه ميليتري واقول له جو. بص كده مجرد ما ادوس جو هيبدا يحركني من المكان ده للمكان ده. انا بتحرك فعلا
على اللوكيشن. ممكن بقى ايه تقول انا بتحرك ماشي او بتحرك بعربيه مثلا سرعتها مش عارف 85 كيلو بص سرعني شويه وانا بتحرك. انا كده بتحرك بعربيه دلوقتي، انت كمان انت راكب عربيه هناك في باريس وبتتحرك وبتاع، حاجه كده قمه في الجمدان والله. انا على اللوكيشن على الواتساب بتحرك فعلا، ممكن ادوس شير لايف لوكيشن واقول له اوكي هدي الاكسس دلوقتي، بس انا باعت شير لوكيشن دلوقتي لحد حرفيا هيقتنع ان انا في باريس وبتحرك اهو. لا الموضوع مش طبيعي يا جماعه والله العظيم. انا عجبني فكره الابلكيشن ده لدرجه ما تتخيلوهاش. انا قاعد بتسلى دلوقتي، ممكن اقعد اتنطط على خلق الله دلوقتي انا قاعد في البيت هنا، اقول له يا باشا بص والله انا هنا دلوقتي في باريس، وبعدها مثلا اقوم طالع بقى على نيويورك مثلا اروح حفله بتاع الحوارات. والله العظيم يا جدعان الموضوع جامد جدا. وعندك اوبشن اسمه مالتي سبوت روت، اللي هو ممكن تعمل كذا روت وانت قاعد بقى نايم ولا حاجه، انت بتقول له انا رايح مثلا من المكان الفلاني رايح للمكان الفلاني، وبعدها هروح من المكان ده للمكان ده وهكذا، يعني احط كذا ديستنيشن انا رايح لهم. بصراحه فكره الابلكيشن ده صايعه جدا، واللي عامل الابلكيشن ده صايع. انت حرفيا تقدر دلوقتي حالا تنزل تحمل الابلكيشن ده وتعمل اللي انا بعمله ده وتقعد فاهم تتنطط على الدنيا كلها وانت قاعد في البيت. زي ما قلت لك انا كنت عملت السيتنجز بتاعت الايفون بتاعي عشان تتوصل باللابتوب. خلينا بقى نعمل نفس السيتنجز دي للايباد وتشوف معايا كده انت بتعمل ايه عشان تعرف توصل الايباد باللابتوب بتاعك. هنجيب بقى كابل تاني كده ونقوم موصلين بيه الايباد وبعدين نوصل اللابتوب. خلي بالك بقى كمان انت مش محتاج اصلا كل شويه كابلات، انت ممكن توصل اصلا اي موبايل على نفس شبكه الواي فاي اللي عليها اللابتوب وتتحكم فيهم عادي. والاوبشن ده موجود فوق هنا، هتلاقي واي فاي سيتنجز تقدر تضغط عليها وتعمل معاه الخطوات دي عشان فعلا توصل الاجهزه بتاعتك اللي على نفس الواي فاي بالابلكيشن اللي على اللابتوب ده. وهنا ارى الايباد دلوقتي اهو، وبعدين هكتب الباسورد بتاعتي واقول له نيكست، هيقول لي ادخل على برايفسي وبعدين هفتح الديفلوبر مود. فهندخل على السيتنجز وبعدين برايفسي الديفلوبر مود، هقوم اعمل له اكتف. كده فتحت الديفلوبر مود، هيحتاج يعمل ريستارت وهيرجع تاني اول ما يفتح كده. خلاص احنا فتحنا الديفلوبر مود ونقدر نوصله بقى هو كمان باللابتوب كده. ابقى بتحكم بالموبايل والايباد في نفس الوقت في اللوكيشنز بتاعتهم. الايباد فتح اهو، هقوم اختار محمد ذا ايباد وبعدين نيكست، هقول له تيرن اون وهقول له انا عملت له انيبلد خلاص. وكده يا معلم انا وصلت الايباد باللابتوب واقدر اتحكم في اللوكيشن بتاعه. وبالطريقه دي تقدر توصل اي موبايل او تابلت او ايباد عندك بالابلكيشن اللي على اللابتوب بتاعك، وتقدر تتحكم في اللوكيشن بتاعتهم بمنتهى السهوله. وعلى فكره الابلكيشن ده شغال على كل المنصات، طبعا انت معاك ماك بوك معاك لابتوب عادي شغال عليه ويندوز معاك موبايل اندرويد معاك ايفون، اي جهاز عندك حرفيا يقدر يشتغل عليه الابلكيشن ده ويغير اللوكيشن بتاعه عادي جدا. لينك تحميل الابلكيشن موجود تحت في الديسكربشن دلوقتي حالا، انزل دلوقتي حالا حمله، ولما تجربه تقتنع بيه خلاص وعايز تشتريه فالشركه عامله خصم 70% على سعر الابلكيشن ده وبمناسبه السنه الجديده. وخلي بالك العرض ده مش هيطول قوي، فانت فرصتك فعلا انك تلحق تنزله وتستفيد بالخصم ده. ولما تجرب الابلكيشن روح منشني هناك على انستجرام وابعت لي اللوكيشن بتاعك بقى وانت هناك في دوله ثانيه وبتاع، وانا وانت بس اللي فاهمين الحوار ده. وبس كده يا جدعان، يا رب يكون الفيديو عجبكم فعلا واستفدتوا من البرنامج ده، وانا متاكد ان فكرته عجبتك اكيد طبعا. ما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير عشان مهمين جدا في انتشار الفيديو. وبس يا جدعان اشوفكم في فيديو جديد.